على وبركته في هذا البث المباشر اليومي اللي كنتحدثوا فيه على الحالة الوبائية بإقليم الجديدة، عدد الحالات الجديدة ولا عدد المصابين ولا اللي تم أخذ العينات منهم ولا نتائج التحاليل ديال الاخرين اللي سبق خاضوا التحليلات منهم ولا الى اخره. كيف يعرفوا الاخوان، البارح كنا تطرقنا لواحد النقاط، ومن ضمن هاد النقاط تطرقنا للباعة المتجولين ومن الكراراس، وهذا كنا وجهنا واحد النداء الى السيد عامل الاقليم كنقولوا ليه باش انه يتدخل الى القمه، يتدخل باش يحبس هاد الباعة المتجولين مولين الكرارس من هاد الاسواق الشعبيه. بطبيعه الحال حسب الاخبار اللي وردتنا اليوم وحسب الشهادات اللي استقينا، فبالفعل كان هناك تدخل للعامل الاقليم في سوق للزهره ضبط الامور في هذاك السوق، وبالفعل لاحظنا ان هناك غياب تام لاصحاب العربات المجروره بطبيعه الحال. والسلام على الجميع. بقات عندنا بعض الملاحظات، هي وماشي هادشي خدمه العامل، هذه خدمه القيد، حتى هادشي اللي دار اليوم العامل خدمه القيد، غير ملي كيشوفوا القيد تغلب كيجي الرونفور هو العامل. دونك حتى ديك الباشا يتدخل، الباشا شناه ما تدخلش، دونك السيد العامل هو اللي يتدخل مباشره. دونك في بير ابراهيم يعني لاله زهره، اللي باقي ملاحظ هي ان موالين الحوانت يعني معمرين الدنيا، و على برا يعني احتلال ديال الملك العام. هذا الخطر ماشي من طرف الناس اللي كيجيو مال الكراس ولا الفراشه، وانما من طرف مال الحوانت بروسو، وماشي اي احتلال الملك العام، وانما واحد الاحتلال الملك العام اللي هو خيب بزاف، بل كاين اللي دايروا جا حدا حيط وبداو ستف بحال دار منه حانوت حدا حيط. كاين اللي حدا باب دارو مخرج تاني وسماها راه ولا خد دار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كما جاء لسان الأخت خديجة الفرحي، خصو يراقب الأثمنة. الأثمنة دابا خصها تولي تراقب، لأنه من المصدر يعني ملي يوليو يشريو لا 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 الصنادق ديال الخضره وداكشي، من تم يعرف راسو بشحال خصو يبيع بلا ما يبقى تيقولوا ليه سلام الحاج بشحال، يعني ما يبقاوش هاد الخضره يخليو كل مول حانوت يجي يبيع الخضره باش ما بغى. السلام عليكم سي بن حروقه. دونك خطوه ديال العامل كما البارح لمناه، اليوم غنشكروه، اليوم خرج لاله زهره حيد ديك الفوضى اللي كانت. سلام خويا نصفان، شفنا واحد الفيديو اليوم متداول ديال تطوان، اي واحد جا عنده الترخيص ديالو هذاك القيد الله يجازيه بخير، السلام ورحمه الله عليكم، كي يكاشيو في الترخيص وكينبهوا هذاك السيد اللي كاشاو ليه، كيقول لي هذا الترخيص احنا كاشينا لك فيه اليوم، ما ترجع لهاد السوق حتى يدوز اسبوع. يعني داروا لهم ديك القضيه ديال تقدا نوبه في الاسبوع. حنا اللي عجبنا اليوم هنا دابا في السوق هنا في الزهره، ان السيد العامل دار واحد، كاين دابا الناس تما كاين اعوان ديال السلطه، وهذا تكلفوا سلام سي عزيز، تكلفوا بواحد القضيه الا وهي واحد اللي يدخل السوق من العائله، واحد اللي يدخل السوق وعنده ترخيص، ما بقاتش ديك الفوضى اللي كانت.
اذا بدات كتزير القضيه، ولعل الناس اللي مشاو اليوم لاله زهره غادي يكونوا لاحظوا هاد القضيه هذه. بالنسبه للسوق ديال علال القاسمي، وحق لي الاشاره راه واحد السيد تما كاين خضار جمعوا له ديك الخضره كامله. السلام خويا الفضيل، جمعوا له الخضره ديالو كامله لانه كان مخليها على برا الى اخره. دونك اليوم كانت صرامه. بالنسبه للسوق ديال علال القاسمي، القيد بوحدو ما احتاجش للعامل، القيد بوحدو سلام سي الحساني، القيد بوحدو ديال المقاطعه الثانيه خرج دخل كل شيء حيدهم، وفيت سبق ليه في البداية ديال هذا الشيء كامل كانوا حيدوا شي 65 ولا مات 64 كروسة. سلام الحاجة، دونك شي 64 ولا 65 كروسة اللي حيد القيد ديال المقاطعة الأولى ديال الثانية، ما احتاجش فيها لا عامل لا والو، خرج هو دار خدمته اللي خصو يدار. دونك حيد كل شيء ونقى الدنيا، مالي الحوانت قال لي محيد داكشي اللي قدامكم و طلعوا للداخل. دونك ما نحتاجوش حتى يدخل السيد العامل، عادي يديروا القيد خدمته. القيد من المفروض عليه يدير الخدمه ديالو بوحدو. اليوم العامل خرج، هذاك العامل تخيلوه قيد ديال الخامسه وخرج دار نفس الخدمه عادي. اذا علاش القيد ديال الخامسه ما كيديرش هذيك الخدمه اللي دارها السيد العامل اليوم؟ وعلاش السيد الباشا ما كيديرش هذيك الخدمه اللي دارها السيد العامل اليوم؟ واش غادي تبقاو معولين على السيد العامل؟ السيد العامل ديك النهار رجا نفض التندات كاملين، اكشو المارشي كيرجع لاول مره كنشوفو المارشي كي كنا كنشوفوه بكري. ثاني حاجه، اليوم دار واحد اللي يدخل من العائله، ما بقاش ديك القضيه ديال كثرت سلام سي سعيد، كثرت عباد الله علي جا كيدخل مفدن، دروك دارو. حنا كنتمناو من ان القيد طبيعة الحال باستشارة السيد الباشا ولا السيد العامل يديروا هاد القضية ديال الكاشي اللي جات قدا الاثنين ما يتقدا حتى الاثنين الاخر، يديروا لهم كاشي ديال التاريخ اللي خرج فيه السيد باش يضمنوه بانه راه الا خرج يتقدا راه صافي تقدا، ما بقاش عنده الحق فين يخرج يعاود يتقدا ثاني. هذه نقطة ولاحظناها كما قلت لكم في تطوان، الناس خرجوا يتقداو دايرين دي باريير قدام السوق، وكاينين باساج واحد بحال التيران ديال الكره، باساج واحد منين كدوز. دونك الا بغيتي تدخل غيطبع لك في ديك الترخيص، دونك خصك دير بحسابك غتقدا القضيه ديال سيمانه، حيت ما غتعاودش ترجع للسوق سيمانه. والناس اللي بعيد على السوق ديالهم قال لهم اخر مره سيروا رجعوا للسوق اللي حداكم. هادشي اللي خص يكون عندنا هنا. دونك ما نحتاجوش حنا حتى يكون عندنا هذاك القيد، ولا تتكون عندنا حوريه هنا في جديده، ولا تيكون عندنا السي سعيد ولا هادي. عندنا ناس هنايا دابا هاد القيد حتى هو خصو يعرف راسو عندهم لو ميم كراد، السي سعيد السلام ورحمه الله. دونك خص عندهم لو ميم كراد، يديروا لا ميم فونكسيون، يديروا لو ميم طرافاي، يعني يخدموا نفس الخدمه. خدم زير ليا الاسواق، ما يبقاش بنادم عم في الدن، ماشي واحد ساكن حدا سعاده ويهود يتقدا لك من لاله زهره ولا يمشي يتقدا من السوق القديم. لا، سعاده تقدم من سعاده، لاله زهره تقدم لاله زهره، ولا كتب في المدينه لتحت غتقدا في السوق القديم. دونك بلا ما نبقاو نهضروا على الامور، بطبيعه الحال في الموازات خاص يراقبوا الاثمنه. وهذا بالنسبه للوقت المباح لقضاء المصالح، هذا الوقت المباح طونك وزاره الداخليه ما دارتوش، ممكن ان السيد العامل يجتهد فيها ويدير الى بان لي بان الامور راه خرجت بزاف، يقدر يتدخل ويدير بانه راه ما يبقاش هاد الفوضى ديال الدخول خروج وقت اللي بغيتي ونهار كامل كاع. aujourd'hui nous constatons que tes remarques ont donné leurs fruits, ce sont des bonnes initiatives, bravo fiston. الحمد لله. كما هضرنا على هذه النقطة غنهضروا على واحد النقطة أخرى تيشناها في عين عودة. عين عودة بنهار طاروا على عباد الله اللي ما احترموش الحجر الصحي، وما كاين هز في الصطافات ودي، وبانوا عباد الله بزاف هازينهم في الصطافات، يعني كاين في عين عودة، كاين في حي أناسي في الدار البيضاء، كاين بزاف ديال المناطق اللي دارت فيهم هاد القضية ديال الزيار. النقطة الثانية اللي في هذا
اللايف. سلام سي مصطفى الرهني، كيداير بخير خويا؟ هي التعقيم ديال السكن ديال الموظفه. كتبت البارح مقال على عدم تعقيم هذيك المنزل ديال الموظفه اللي مصابه بالفيروس. هي السيده مسكينه ما كايناش في دارها، راها كانت في السبيطار، الزوج ديالها توا كان في السبيطار، وفي اخر المطاف خلاو لها المحيط ديال الدار بدون تعقيم، لاسونسور بدون تعقيم، ما داروا حتى ما جاوش. كتبنا حنا المقال البارح في الليل، يعني شوفوا 24 ساعه وما جاوش داروا تعقيم، واليوم ما داروا تعقيم حتى ناضت روينه، وملي جاو عقموش هذا، ما عقموش المنزل من الداخل وما عقموش لاسونسور. للاشاره الزوج ديالها ما عندوش فيروس كورونا، جات النتائج ديالو سلبيه. دونك هاد النقطه ديال التعقيم يجب على الناس ديال السلطه، ماشي السلطه عفوا، الناس ديال الجماعه، حيت الجماعات هما اللي مكلفين بالتعقيم. دونك الناس ديال الجماعه عندنا اليوم واحد الطلب، الله يجازيهم بخير، انهم يخرجوا يعقموا في البلاصه. شكرا السي عبد العزيز شاكر. سلام سي رفقي، امام خاص لنصا ولا غادي نلعبوا كاش كاش فينال؟ بطبيعه الحال راه تلعصا خويا، راه قبيله هضر معايا واحد الصديق قال لك واحد ضربوه هو ديجا فاتح الكلاوي سطق طايح كان غيموت، ندموا روسهم علاش قربوا ليه، ولكن اش غتقول لكم عقتلوه؟ ما لا، كاين جديد في حالة المختلطين، الحمد لله كاين شي حوايج زوينه. نخليوها حتى الاخر باش ما نبقاوش نعاودو نجاوبو فيها. السلام خويا، راه ازمو رشيد علي، راه ما فاهمينش الحجر الصحي، ماشي هذا درب قشله بطبيعه الحال، حنا عليه داوين، خص بحال هاد الامور ما تبقاش. ازمور مدينه عريقه، خرجت لينا ناس مثقفين، خرجت لينا رياضيين، خرجت لينا فنانه، وهذا وباقي كتشوف فيها بحال هاد الامور هادي ما مقبولاش. ما عقموش الدار حتى اليوم، عاد عقموها قبل قليل وما عقموش كل شيء، ما عرفنا شنو اللي كاين. شكرا سي محمد الطوسي. قلنا هاد النقطه سنيناها. نقطه اخرى كنا واقيلا هضرنا عليها البارح، هي عوده الطبيب ديال سيدي علي للعمل ديالو بعد 14 يوم ديال الحجر الطبي، ما عنده حتى شي حاجه الحمد لله. بالنسبه للحاله اللي تداولت اليوم في فيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في واتساب، هي ديال حاله الحي البرتغالي، فدغيا كالعاده بداو التاويلات وبدات تاني اشاعات، راه كاينه حاله في الحي البرتغالي، السيد عنده حساسيه، وجات لومبيلونس هزاتو داتو باش يشوفوا اشنو اللي عنده. دونك بلا ما بنادم يأولها، دونك ما كايناش النتيجه ديال التحاليل، ولا نقولوا خادو التحاليل من الملاح هو اللي كنهضر عليه دابا. دونك هنا باقي ما كاين حتى شي حاجه، الهضره اللي دايره ان عنده حساسيه خايبه، دونك ماشي يلاه جاتو، دونك هو عنده حساسيه. واش ما يقومون احياء دابا هنا ملي ولاو الدار فيها مصاب بكورونا وما عقموهاش، فما بالك دابا بالشوارع والازقه والادارات؟ لان على هذا الحساب راه حنا غادي نعرف السترة ديال الله سبحانه وتعالى، إن راه واقيلا لا احياء لا والو، واقيلا حتى الا بغا واقيلا يعقموا غيبداو يرشوا لينا الماء. واش دار دا عباد الله عرفتوا بان مولاتها مسكينه فيها كورونا وما تجيوش تعقموا؟ اشنو هاد التفليه؟ كثر من 24 ساعه، يعني راه دخلتوا في يومين ونص، نهار ونص عاد جايين كتعقموا، وعادك الرشان وجاي واحد بوحدو. ما عرفت انا هاد المسائل ما كاينش. كاينه حاله ثانيه كانت حدا محكمه الاستئناف، حتى هي جات لومبيلونس هزاتها، وكالعاده المراه ملي سخفات وعيات بداو ثاني راه فيها كورونا، ما كاين لا كورونا لا والو، السيده مسكينه مصابه بداء السكري، طا
طاح لها السكريه طاحت صافي، ما كاين حتى شي حاجه اخرى بلا ما يبقى بنادم اول. قبيله في اتصال هاتفي مع الوالد عندي، قال لي يا ودي راني سمعت راه دارت 4000 تحليله. قلت لي الوالد ها بيني وبينك 4000 تحليله شحال ديال الوقت باش غيديروها؟ واش غيقدروا يديروها في 24 ساعه؟ ما غيقدروش. السلام سي الكزوري، ميزانيه التعقيم سؤال ليهم هما الثقاف سي مصطفى قرفي، سؤال ليهم هما. ولكن هما كيقول لك راه حنا كنعقموا، وحنا دابا هادي حاله وقفت عليها شخصيا ما كيعقموش. هذيك السيده عندها غير السكري ما عندهاش كورونا، اذا ما نبقاوش نهضروا على هاد السيده ونقولوا راه عندها كورونا. دونك قلنا الزوج ديال هذيك الموظفه النتيجه ديالو سلبيه، ما عندوش كورونا الحمد لله. الزملاء ديالو في الشغل حتى هما النتائج سلبيه الحمد لله. الاطباء اللي خالطهم المريض الموظف الاول والثاني سلبيه، حتى واحد فيهم ما مصاب الحمد لله. اذا هنا غادي نقدروا نقولوا توقفت العجله ديال كورونا عند 11 حاله باقليم جديده منذ ليله الامس. اللي كانت نضافت في الحالات هي للاسف البنيه ديال الموظف والموظفه، حيت هما داك الموظف الاول ثاني كاين الموظف ديال الاداره اللي كاينه في الميناء، الموظف الاول البنت ديالو كانت خرجت ليها النتائج في الاول سلبيه ومن بعد ولات ايجابيه. واش يلاه ولا الفيروس ولا ما دارتش التحليله هي هذيك، ولا النتيجه ما تقراتش، ولا تخلطت شي حاجه، ولا هذه حنا ما عندناش الجواب ديالها. ما كرهناش السيد المندوب يدير لنا شي بالغ خيالي واخا في دماغه حنا غنتخيلوه حتى حنا معاه، ويقول لنا كيفاش هاد القضيه هذه واش ممكن انها تكون ولا لا، حيت الناس بداو كيقولوا بانه هذه مادام جات سلبيه وتبعتها ايجابيه حتى حالات اخرين ممكن يكونوا سلبيه وفي الاخر يوليو ايجابيه. السلام سي عزيز حمدوشي، المخالطين ديال الموظف جوج، دابا كلشي النتائج جات سلبيه و 4000 تحليله ما كايناش. اللي نقدروا نقولوا هي كاينه تقريبا جايه ل 40 تحليله، يعني ما 4000 ما الله يستر هادو اللي جبدوا هاد 4000. وكاينه في اوديو، كاينه في اوديو، الا بقاو يقلبوا غيعرفوا شكون مول هاد الاوديو، ولا عرفوا مول هاد الاوديو يمشي للحبس. الولدي في الملاح ما عندوش اعراض كورونا نهائيا، عنده واحد الحساسيه وملف كيتعالج منها. الوضع الصحي للمصابين، هل هناك نظام غذائي جديد ومن المسؤول عن التغذيه، وهل يعاملون معامله جيده في المعنويات؟ سي سفيان، كانت هناك اتصالات ببعض المصابين، ناس كنعرفوهم كيأكدوا بانهم كيعيشوا حياه بخير وعلى خير، وبانهم متبعين الدواء ديالهم، وبانهم ما كاينش عندهم شي اعراض جانبيه بانت ولا شي حاجه، يعني الدواء غادي معاهم مزيان لحد الان. كاين التامس من سيدنا من اقليم جديد نظر في ازمور، بطبيعه الحال ازمور باقا بؤره، باقا فيها الروينه، فيها عدم احترام الحجر الصحي، فيها انفلاتات خاص اعاده النظر فيها. بالنسبه لحاله زهره راه ممكن ما عقموش لهم الدار حتى هما، زهره عقموا لهم ولكن اللي ما عقموش هي مول الحانوت وداك السيكتور كامل، مول الدجاج الى اخره اللي كانوا كيتقداو عنده هذوك الناس ما عقموهمش. ربي معاونا، راه ما كاين لا سلطه لا حتى شي حاجه مقابلين هاد الامور هادي. السلطه مقابله الضبط ديال المحل التجاري كيسدو يحلو في الوقت، حيت راه قلناها قله الموارد البشريه ناقص بنادم، كون كان بنادم كثير هادو غيمشيو هكا غيمشيو هكا، ما يمكنش انك ثاني غادي تشد قيد من 7 الصباح حتى للربعة الصباح ثاني ينعس 3 السوايع ولا هادي، راه ما يمكنش يديرها نهار يومين ثلاثه، ولكن ما يقدرش يديرها ديما. دونك كاين شي اخبار على شي اجراءات رسميه جديده من طرف السلطه فيما يخص ضبط الحركه الجوية للناس طيله النهار.
حسب الاجراء الاول هو ديال السوق للزهراء اللي السيد العامل عطى تعليمات ديالو باش يدخل واحد من العائله عنده ترخيص، اللي ما عندوش ترخيص ما يدخلش يرجع. 8500 تحليل من هذه بدات اول اصابه في المغرب يوم 2 مارس الى يومنا هذا 8500 تحليله في المغرب كامل. هذا راه قال لك 4000 تحليله دابا في جديده، قال لك المغرب كله ملي بدات كورونا يلاه داير 8000. حيت هادشي اللي كنقولوا لهم علاش يبقاو يروجوا في هذاك الاوديو، عباد الله ما تبقاوش تبارطاجيو اي حاجه، ما تبقاوش تبارطاجيو اي حاجه كتوصلكم. دونك هذاك اللي وصلكم فيه 4000 خليه عندك بوحدك، واتصل انت بتليفون ولا صيفط ميساج سول واش فري ولا لا. الا قالوا لك بصح نيت واخا تبارطاجيتي، الا قالوا لك لا حبست وسيبريمي وصيفط اللي صيفطوا لك قول لي خبر عاري من الصحه بلا ما للمتهورين وهذا الفيروس لماذا لم يطبق قانون. دابا المشكل هي ملي كنشوفوا عين عوده اناسي في الدار البيضاء كيبانوا لينا كيهزوا في عباد الله ما كيترحم ما كيرحموهمش، كنقولوا مصاب كون عكا عندنا حتى حنا بحال هادشي في الجديده وفي الاقليم ديالنا. قليل فين كتسمعهم شدوا شي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، شحال قليل على هادو اللي خارجين. الا درتوها بنهار بنهار كونوا متيقنين غادي تشدوا الالاف الاف بنهار. هلا مستقر لحد الان الحمد لله، فين كيحتفظوا بالمصابين اللي تصابوا في الجديده، كاينين غرف فمعزولين، كاين اسره كافيه لحد الان، كل واحد في الغرفه ديالو، كل واحد كيتلقى العلاج ديالو، مراقبينهم مقابلينهم احسن مقابله. الصحافه المحليه هي الصوت الوحيد الذي يوصل المعلومه لساكنه الجديده في غياب التواصل من الجهات الرسميه. وهاد الصحافه المحليه كيقلبوا امتى يحيدوها بدعوى عدم الملائمه مع القانون الجديد، ولو ان الامر كيتعلق بضرب الدستور اللي كيأكد عدم رجعية القوانين. كاين الفوضى في أزمور بزاف الله المستعان. كنتمنى بأن الناس يوصلوا هاد الخبر للسيد العامل بأنه كاين الفوضى في أزمور، قلناها حنا البارح وها الناس كيأكدوها تا هما اليوم. دونك كاينه فوضى ديال بصح مجال باقي ما كاين والو، راه خاصو غير الماكله. ديما كتجي هاد الحاله حيت كيشم الله يعفو عليه، حنا ما غنهضروش على الشمان، اللي غادي نقولو بأن السيد راه ما عندوش كورونا، راه عنده غير شي حساسيه ضد شي حاجه، وديما كتجي هاد الحاله وكيداوى منها. سلام سحكار، نعم سيدي محمد مرشد كيداير بخير خويا، الله يعطيك الصحة أنت والإخوان كاملين اللي متبعين معنا هاد اللايف هذا، الله يعطيكم الصحة كاملين ويحفظكم وينجيكم. جزاك بخير. واش كاين شي حالة مؤكدة لموظف مرجان؟ إلا كانت شي حالة مؤكدة إذا هضرتي دابا على كذوب، حنا قلنا ما كاين حتى شي حالة أخرى، صافي سالينا حبسناها البارح، إذا اليوم ما كاين حتى شي حالة أخرى، منين غنجيبو هاد المرجانات؟ هي راه خاص تكون في مرجان باش يلاه ما يبقاوش الناس يمشيو. إذا كلامك صميم أخي محمد، علاش غيشدوه باش يعادي الحراس والشرطة والتصرفيقة ويدخل في حاله؟ إلا كانت عاد تصرفيقة كاينين شي وحدين دي مازو، واخا يتصرفق واخا ياكل العصا غيبقى يخرج، ما كتقرش فيه هو التصرفيق. سمعت يوم السبت بلي كانت شي حالة في بولعوان، واش عندك شي معلومات على هاد الخبر؟ إلا كانت حالة في بولعوان يعني راه إقليم جديدة، ولا كانت إقليم جديدة يعني حنا راه دابا ملي قلنا ما كاين حتى شي حالة غنكونو كذبنا، وحنا قلنا راه ما كاين حتى شي حالة في إقليم جديدة، يعني بولعوان أزمور البير جديد شتوكا ولاد غانم ولاد فرج سبت سيس زويد سيس سيدي اسماعيل متوح ما كاينش ما كاينش. دونك اقليم كامل ما فيهش شي حاله، الا كانت شي حاله ملي بديت المباشر الان الله اعلم انا ما متبعش دابا، ولكن قبل ما نبدا المباشر ما كاين حتى شي حاله. الله يعطيك الصحة والسلام. قلت للاسف جينا بجميع مرافقها دون المستوى في التسيير، ما عرفت علاش في التسيير ما عرفتش علاش، رغم انني لا انتمي اليه لكن بغينا نشوفوها بحال باقي المدن. شكرا السي سعيد الغازي. وحنا اللي ساكنين فيها كنتمناو بانها تكون بحال احسن كاع من سائر المدن. المدينه الجديده كانت تلقب بجوهره المحيط، كانت من المدن الهادئه المدن الجميله،
كانت اون فيل دو روتريتي كيما كيسميوها، نظرا داك الهدوء ديالها والسكينه وهادي، ولكن خرجوا عليها شي مسؤولين الله يهديهم، و الله يسمح لهم صافي، اما اللي ما سمحش لهم الله ما عندهم فين يباتوا. كنا كنديروا تقريبا 200 تحليله في 24 ساعه، دابا زادوا في التحاليل ولاو كيديروا 600 في 24 ساعه. هادشي في المغرب. بن هاروغا الصحابي ايضا ياتي بمعلومات قيمه، مرحبا. الله يحفظنا ويحفظكم، اللهم امين. كنشكركم من ربع المعلومات، شكرا سي عزيز. سي قرفي شكرا سي عبد السلام، شكرا سي قرفي. اليوم ما كاين والو الحمد لله، الحمد لله، ولكن خاص بنادم يزير شي شويه، لان ملي السكون الذي يسبق العاصفه ما بغيناش يكون هو هذا، بغينا هذا السكون اللي منه الجائحه الضربه الجائحه تمشي في حاله. وزير الصحة سيتم إجراء التحاليل الطبية للفيروس في 6 مستشفيات جامعية في المملكة. احنا عندنا غير مستشفى إقليمي، باقي ما وصلناش حتى للجهوي باش وصلنا عندنا الجامعي، مكاينش عندنا الجامعي، باقي سي بي سي اش بي. كاين حالة شفاء في الجديدة ولا والو، يلا بداو يداوو، حتى من وحدة يلا تعلن عليها، باقي خصو شحال عاد كيداوو. يلا بداو دابا، اول واحد هو داك الموظف، دابا هو اللي بداو مع الدواء، الموظف راه يلا تعلن عليها في هاد الاسبوع هذا. انا لم اكل منذ بدايه البث، ذكرنا بحدائق جديده، ما كاين حتى شي حاله جديده، والنتائج اللي جات ظهرت كلها سلبيه، ودابا كاينين تقريبا غادي طالعين 40 تحليله اللي دارت، وكنتسناو النتائج ديالها. الاطباء اللي دازوا عندهم هذوك المرضى الاولين ما عندهم والو، استأنفوا العمل ديالهم. الاطباء الاولين حتى هما اللي كانوا اعلنوا عليهم حتى هما ما عندهم والو، يعني اللي مشات عندهم اللي توفات الله يرحمها، وكذلك اللي توفى ديال سيدي موسى، دونك هادو كاملين جاو سلبيه، ما عندهم حتى شي حاجه الحمد لله. ننتظروا هذاك النتيجه ديال التحاليل ديال هادو اللي قلنا غاديين 40 حاله، تنشوفوا النتائج ديالهم اش غادا تعطي. كنشكرك خويا بسلام على تضامنك مع موظفين جميع الوقفات والاعتصامات داخل الجميع، حيت ما كنشوفوش فيهم هما، كنشوفوا في عائلاتهم، وكنشوفوا في ولادهم، وكنشوفوا المحيط ديالهم، لان ملي غادي ياكل العصا موظف راه عائلته كلها مشات، كلها غتضرر من هاد القضيه هادي، وملي كتشوف الدور ما غاديش ترضى به. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، بالاحرى على العبد، اذا العبد ما خصوش يظلم. نطالب من عام الاقليم ان يوقف القطار، ولا يديروا تحليله ديال داك الكشف السريع، الا ما داروش راه ما كاين والو. تبارك الله على سي قرفي. سي اسلام، المخالطين كلهم خرجوا سلميين من غير 11 حاله سابقه، هادشي اللي قلنا سي براني، النتائج كلهم خرجوا سلميين، ودابا مصيفطين تحاليل اخرين ديال مخالطين اخرين، ننتظروا ان شاء الله النتيجه، حتى هي نتمناو من الله سبحانه وتعالى تكون سلبيه ويكونوا صافي. هذا الشيء اللي كاين حنا ما كرهناش. بارطاجيو الخوت، طلعوا النيفو، الموضوع مهم ان شاء الله. تحيه لكم من ايطاليا، وربي معنا ومعكم، ومعكم نتوما كثار منا خويا، راه نتوما راه الحالات اللي عندكم راه كثار منا، وهادو خصهم ياخذوا العبره منكم، وما كرهناكمش نتوما المغاربه في ايطاليا تخرجوا بفيديوهات ولايفات من عندكم، توريو لهادو الخطوره اللي كتسناهم الا ما التزموش بالحجر الصحي. كنشوف ان السلطان دايره البراجات، السلطات دايره البراجات بمداخل المدينه، لكن وسط المدينة ما كاين والو، ليست هناك مراقبة صارمة، طرقنا لها بالأمس وغنطرقوا لها حتى اليوم. خص مراقبة وسط الجماعات ووسط المدن، لا بد من الزيار، خص الزيار، إلا ما كان الزيار ما غيكون حتى شي حاجة. كنشكرك سي مسلم، شكرا لك خويا الحسن، الشكر لنا كاملين، حيت أنا إلا ما كاينينش نتوما لما ندير هاد اللايف، دونك راه الشكر لكم نتوما متبعين اللايف، دونك المعلومات اللي توصلت بها كنقتسمها معاكم باش حتى نتوما كتقتسموها مع وحدين آخرين، غير كتكون مأكد بأنه الخبر صحيح. أنا العاتق ديالي، وعاهدكم الله سبحانه وتعالى، ما نقدرش نقول شي حاجة اللي ما متأكدش منها.
وزير الصحة صرح باللي رفعوا التهانين غيستنفذوا المواد باش كيدير. بالعكس هما قال لك لا كاينين هذوك التحاليل اللي كيديروهم هنا موجودين، هما كيهضروا على الاخرى ديك السريعه اللي فيها مشاكل. دابا وسعوا التحاليل، زادوا فاس وجده اكادير مراكش. المهم ملي كتبدا تكبر، ملي كيفوتوا العشرات خصهم يديروها سير بلاص، ما يبقاوش ينقزوا. مرحبا سي سعيد شعيب، ذكر الله في ذكر الله في تعاليق عشان يرفع الله دواب. متفقين سي شعيب، وممكن ذكر الله في القلب ديالنا حيت الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. اذكر الله باللسان بالكتبة في دماغك في قلبك في نعاسك فين ما ذكرتي الله سبحانه وتعالى، ادعوني استجيب لكم. ما قالش لك خصك تكون فايق ولا، دونك قال لك ادعوني استجيب لكم. نوري مبارك، سلام خويا بسلام، الله يحفظك. وتا الله يحفظك اخويا مبارك، ولو غابر علينا بارطاجيو الخوت طبعا الحال. واش ازمور خاليه من الفيروس؟ اقليم جديده كامل خاليه ما نقدروش نقولها، اقليم جديده ما تعلنت فيه حتى شي حاله من غير هاد 11 كامله اللي معلونه لحد الان. دونك الاقليم كامل، وازمور راه تابع الاقليم جديده. ملي كنقولوا اقليم جديده ماشي مدينه جديده، اقليم جديده. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم امين. السي سعيد باسكال، الله يجازيك على هاد المعلومات، والله يجازيكم الا بلغتوها حتى نتوما. ما كرهناش استحكار، ديروا لنا شي مكالمه مباشره مع احد المرضى. ما نكذبش عليك فكرت فيها ولكن خفت نحرق الاوراق، يعرفوني باغي نهضر مع شي واحد من المرضى يديروا هما كاع ممنوع باللي التليفون يدخل عندهم. للاسف حيت راكم شفتوا الحصار اللي مدير بعدا في اطار المعلومه، كاين حصار ودوك اللي كتعول عليهم في الوقيته المنضف لو مومون جي كيخويوك. الحمد لله ما يكون حتى شي اخر، نتمناو من الله سبحانه وتعالى متابعه اي شخص تصور شفاء واتى بهذا الفيروس ومتابعته بعد شفائه بقانون خلق الحجر الصحي. قانون خرق القانون يجب ان يكون بحاله التلبس قانونيا، ملي كيفوت الحال ما عندكش حاله تلبس، ما بقاش عنده متابعه. كنظن فهمتيني السي قرفي. شكرا سي حسن المجهوده بدار هذه الازمه، الله يحفظك السي يونس الحر. عامل اقليم في زياره مباغته لسوق الازهر ذكرناها وهضرنا عليها بانه قال لهم يدخل غير واحد، ما بقاتش ديك الفوضى ديال يدخل كل شيء، يدخل واحد من الباب ديال هذاك السوق والاخرين ما يدخلوش. ولكن خصنا نشوفوا الجوايه الاخرى واش مسدودين حتى هما، ولا اللي ما دخلش من الباب يدخل من الجوايه الاخرى، الله اعلم. اذا خص كل شيء يتسد واللي ما يدخل الا واحد من كل دار، واللي لقاوهم داخلين اكثر من واحد يشدوا فيهم هذاك الثاني اللي داخل، وحيت ولا عنده ترخيص يحيدوه ليه. حيت كاين بحال هاد الامور هادي ما خصهاش تبقى. هادو هما اللي كيقدروا يصيدوا في اي مدينه، تصيدوا غير بهاد النقاط هادي. هاد كورونا راه ولانا واحد الحوايج غادي الا هضرنا فيهم، بان المغرب عندنا ناس مساكن غادا خدامه غير هكاك صايقه، شكرا سي سفيان، ناس غادا صايقه خدامه بلا سينيسيس، وحدين اخرين كيستافدوا من حاجه ما خصهمش يستافدوا منها. حيت لا سينيسيس اول ما كتخدم خصك دير لا سينيسيس، وانا طالبت به هذيك النهار وانا غنطالب بها عاوتاني. دابا كنتمنى من السيد العامل انه يفتح تحقيق في مدى احترام الصفقه ديال مواقف السيارات اللي كانت ضفرت بها واحد الشركه من الدار البيضاء من مراكش وقيلا من الدار البيضاء، المهم لي سوسيال، واحد الشركه هي اللي كانت شداتها هذيك. شكرا السي عزيز. هذيك الشركه كنا قلنا بانهم ما قيدوش الناس على في الضمان الاجتماعي لا سينيسيس، وكانوا خرجوا لنا واحد التخريجه راه ما يقيدوهمش دابا، باقي عندهم الحق في 3 شهور شكرا ولا 6 شهور. دروك الصفقه سالات تابو ما قيدوهمش في لا سينيسيس، هما دابا من الضحايا دابا.
إذن علاش ما قيدوهمش من لاسينيسيس؟ شو شحال من عام دابا ضاعت ليهم مساكن تا هما من لاسينيسيس ديالهم؟ ثاني نقطة اللي بغينا السيد العام اللي يبحث فيها هي أنه الصفقة كان خصها تسالي في شهر 12، هما كيقول لك لا احنا درنا معاه محضر استلام حتى لشهر 4. في القانون ديال الصفقات الصفقة كتولي سارية المفعول بمجرد التوقيع عليها، والصفقة موقع عليها في شهر 12، ما كاينش فيها حتى محضر استلام ولا داكشي ديال الفرنساوية الطرق الملتوية باش انهم باغيين يلعبوا، ما كايناش. ولحد الان باقي ما دار حتى شي حاجة، ما تعلنش على صفقة اخرى. اش بغاو تيوصلوا عاوتاني لديك مجانية ديال الصفقات كما ديال الباركينغات كما كانوا داروا، هذاك الخطأ الفادح اللي باقيين غيتحاسبوا عليه مستقبلا، ولا اشنو اللي كاين؟ اذا هاد الناس اي شركه، شحال من شركه دابا خدامين في عباد الله كيعيط كيقول لك خويا ما عنديش باش نثبت بانني خدام، وما عنديش لا سينيسيس لان الباترون ما مديكلارينيش، والباترون ما ديكلارانيش هاد العام اللي جا لقى راسو ما مديكلاريش هاد العام، طبيعه الحال ما عندوش كيفاش يدير. اذا هنا كيبان بان الناس راه كتفلى بهذا المفهوم ديال كتفلى، دونك ما يبقاوش يكذبوا. دابا كاين اللي خدام اللي عنده رماد كيستافد، اللي عنده لاسينيسيس توقف عن العمل بسبب كورونا كيستافد، اللي غادر العمل بوحدو ماشي حيت طردوه بسبب كورونا ما كيستافدش، اللي ما عنده لا رماد لا لاسينيسيس من الحق ديالو يستافد الا دفع قضيه لاكارت ناسيونال كيملا حتى هو ديك الاستماره وداكشي وكيستافد حتى هو. اللي مزير ديال بصح غيموت كيمشي عندهم تما كاينه كيوقف عند الباشا ولا يوقف عند السلطه كيقول لهم فيا الموت احتضر، ويقلبوا يعبروا له التونسيون لقاو طايحه ولقى غادي يموت بصح نيت، وكيديو كيداويه وكيعطيوها باش. اما شي حاجه اخرى راه بنادم باغي يشفر وصافي. هل العرض الذي قدمه السيد العثماني امام البرلمان على حل الحج جزئيا في الموعد لا امبوسيبل 20 ابريل كدير لها او 6 ايام في النظر ديالكم انتم 6 ايام والحصيله غادي كترتفع على هي حبست، ها ما يجي فين يوصل 20 ابريل غنكون وصلنا 2000 لل 2000 غادي نوصلوا ان شاء الله، ها انتم غادي تشوفوا حيت باقي عباد الله ما محتارماش الحجر، ماشي غير هنا راه حتى في البؤره ديالو راه ما محتارمين، يجيك الدار البيضاء فيها روينه مو محتارمين حتى هما الحجر، واخا كيعتقلوهم واخا ما حتاش كيديروا. هناك بعض الآباء والأمهات يخرج مع أبنائهم كلنا ننام ما تقوم به. سي الشتيوي سعلي، بطبيعة الحال كاينين آباء وأمهات كيخرجوا مع ولادهم، ما خصهمش يخرجوا، راه هادو اللي كيخرجوا راه وحق الله العظيم إلا خصهم خص كون كان عندنا الإمكانيات دي لي الدري الخيرية، ما عندو ما يدير بولدو، حتى هذاك ما باغيش ولدو دي لي الخيرية صافي سير أنت الله يعاوني عاونك. استافدوا عباد الله من الدعم، وكاين اللي عنده شركه واستافد من 1000 درهم، وكاين اللي عنده الملايين واستافد من 1000 درهم الله يستر. هناك من استفاد من الدعم مازال ناشر رجليه في الموقف، وكاين اللي مازال دابا هنا فين كنقولوا لو كنا وصلنا للعولمه ديال بصح والتكنولوجيا ديال بصح غادي يديروا ان سيت ولا ان ابليكاسيون تكون عند السلطه، يجي يوقف عليك لاكارت ناسيونال ها هي يبوانتيك الى لقاك مستافد من شي جهه لا سينيسيس راميد لا كارت ناسيونال، الى مستافد وخارج كدير بحال هادشي يهزوك يديوك صافي، ما يبقاوش يتفلاو معاك. ولكن هاد الناس ما عرفناش علاش باقي ما باغيش يدخلوا العولمه لهادشي، واش خايفين يطيحوا شي وحدين صحابهم هما اللي مدخلين ليهم، ولا خايفين شي حاجه اخرى. المهم حنا ما غندخلوش في هاد الديتاي هذا، غير كنتمنوا ملي غيبدا داك التوزيع يبدا بطريقه معقلانه اللي يستحق، وملي نكون غادي نوزع خاص هذاك السيد الدار اللي فيها شي واحد او اي دار مشيت حداها نكون عارف ان في هذيك الدار كامله ما مستافد حتى شي واحد لا من الراميد لا من السينيسيس لا من لاكارت. هادو الناس ديال الجماعه من السلطه ملي تمشي توزع تحترم هذه النقطه هذه. داكشي اللي كاين الامور غاده في ارتفاع بطبيعه الحال، احنا بقات عندنا شحال 12 خاصة على 1000 و 2000
100 درهم راه بقات خاصها 12، 60 فرانك اللي بقات، 60 فرانك كنجيبوها دغيا، مع 12 درهم، ما تستهونوش الإخوان، ما تستهونوش، 2000 حنا غاديين فيها، والعثماني إلا قال لكم بأنه غادي يبدا يترفع الحجر، هذا ما تيقوش به مسكين، راه مع كورونا راه ما بقاش كيعرف اش كيقول، هو ديجا لكم ما راه سمعتوش قال لكم ما كدارش، ولكن ملي قال لكم ماما كان خصنا نرجعوا لذاك الفيديو الاخر اللي قال فيه بانه كما وليت انا رئيس حكومه اي واحد يقدر يولي رئيس حكومه، دونك حكومه رئيس حكومه ما احترمهاش هو بعدا كاع. داكشي اللي كان امور غدا في ارتفاع السلام، واش كاين شي حاله في حد ولا تفرج؟ حد ولا تفرج راه من اقليم الجديده، وقلنا اقليم جديده كامل ما فيه حتى شي حاله، ماشي غير حد ولا تفرج، اقليم كله على قدو ما فيه حتى شي حاله، من غير دوك 11 اللي وقفنا عندهم. دوله تساهم في عدم تصريح ارباب شركات في الضمان الاجتماعي، واكبر دليل جميع الصفقات البلديه لا ترغم الشركه بالتصريح ولا تتم مراقبه ذلك. وحنا ما غنمشيوش لهاد الناس، حنا غنمشيو على زانسبكتور ديال الضمان الاجتماعي، هما اللي خصهم يمشيو واللي خص يعاونهم، هما لي زانسبكتور دو ترافاي. هذاك مفتي الشغل خصو حتى هو ملي يخرج يراقب شي شركه يشوف واش محترمين السلامه الصحيه ديال هذاك العمال ولا لا، واش ظروف العمل هي هذيك ولا لا، واش مسجلين في الضمان الاجتماعي ولا لا. هادشي ما كيدارش، كورونا فرحاته فضحاته، كنتمناو من وراء الحجر الصحي هاد الامور كلها تخاد بعين الاعتبار، واللي كنضحك على المغاربه خصو يبان. دوك جوج حليلات ديال البركاوي واش صحيح جاو ايجابيات؟ صحيح، ها كنكذب عليكم دابا، دوك راه صحيح جاو ايجابيات اخويا الله يرضي عليك سعيد. احنا قلنا لكم ما كاين حتى شي حاله ايجابيه من غير هادوك 11 اللي كاينين دابا، ما كاين حتى شي وحده. الا جات من ورا فاش بديت اللايف راه قلتها قبيله، الله اعلم من قبل نبدا اللايف ما كاين حتى شي حاله، اليوم ما تسجلت حتى شي حاله قبل ما نبدا هذا المباشر. شنو واقع في دوار الغربه؟ الناس داخلين لديورهم وكيتعشاو، باقي مشكل مرافقه الزوجه والاولاد الى المراكز التجاريه. المراكز التجاريه مشيت الصباح المرجان ما قدرتش ندخل، عامر الدنيا، والدراري صغار كيطلبوا، دراري صغار كيطلبوا، والاخرين الكبار جات لقيت تما يلاه مشى، ولقيت معاه الطوموبيل ديال البوليس والمخازنيه وكل شيء، وما لقاو حتى شي واحد. ملي سولت واحد السيد قال لي راه كيشوفوا جايين كيبداو يتخزنوا كل فين كيمشي، حتى كيمشيو حتى، قال لي راه كاين اللي كيدخلوا تحت الطوموبيلات. بغيت نسول سي اسلام على واحد المشكل، هو ان الطاكسيات ديال مولاي عبد الله كيجيو حتى البلاك 40 ويحبسوا، يعني البراج قرب البراج، يعني البوليس كيشوف المواطن داخل جديده. اش الفرق الى دخلوا الطاكسي صغير؟ الناس راها ما عندهاش حتى ما تاكل، عاد زيد عليها المصاريف. دابا ملي حبسوا التنقل ما بين الجماعات، دونك ما بقاش عند الحق ان الطاكسي يفوت بعدا هذيك، اصلا قانونيا ممنوع على الطاكسي يفوت بلاك 40، ممنوع قانونا. وهذوك الطاكسيات الكبار اللي واقفين حتى هما ممنوع، لان الطاكسيات ملي كتفوت بلاك 40 في لقيتهم واقفين، واش كاينه شي قاعه تما كاينه؟ واش خاضوا عليها شي رخصه؟ هذه قاعه عشوائيه ما عندهاش الرخصه، وبالتالي حتى هي غير قانونيه. اذا الا غتخليو هذيك الطاكسيات تما كاينه، خليو الطاكسيات صغار يدوسوا، حيت حنا بور ان المواطن يمشي حتى هو مرتاح اكثر، حيت كاينين تعاونيات اللي داروا غير جوست من وراء بلاك 40، وما جاتش انا بنادم غيهود ويتم غادي يضرب مسكين في الطريق على رجليه، الله يحسن العوان. ونحن على ابواب رمضان، وثاني راه كنتخيلوا الحجر الصحي كيفاش غادي يكون في رمضان. اللهم الطف بنا، اللهم استرنا، هادشي اللي نقول في هذا الاطار هذا. دونك كنظن جاوبنا على الاسئله كامله، كنتمنوا بانه يتوصلوا نتوصلوا بشي تحركات ديال السيد العامل، حيت هادو هي اللي توصلت بها، تحرك ديال السيد العامل في سوق ليلى زهراء، وتوصلت بالتحرك ديال القائد المقاطعه الملحقه الاداريه المقاطعه الثانيه فيما يخص علال القاسمي. السوق ديال علال القاسمي دابا امبيكابل،
نسيت ما قلتش اش من امبيكابل. السوق على القاسمي دابا فيه جوج طروفة، فيه طرف محسوب على المقاطعة الثانية تقاد، ودوك الناس اللي كانوا خدامين تم هربوا شوية لقدام، يعني فاتوا الحدود ديال المقاطعة الأولى ودازوا للحدود ديال المقاطعة الثانية. كنا كنتسناو بانه راه المقاطعه الثانيه ودازوا المقاطعه الاولى، كنا كنتسناو بانه المقاطعه الاولى حتى هي تقوم بالمثل وتحيد هذوك مال الكرارس اللي مشاو دخلوا وسط الدروبه تما كاينه ومشاو دخلوا لذاك السيكتور الاخر. اذا خاص هذوك الناس يدخلوا عندهم حتى لداخل. دروك ملي كلشي حيد من برا، راكم لاحظتوا دابا الطريق ديال على القاسمي شارع الزرقطوني ولا خاوي بخير وعلى خير. كاع هذوك الناس دابا اللي دخلوا لداخل دونك ولاو كثار، زادوا ضيقوا الطريق، هي اصلا ضيقه تما كاينه، حنا كنعرفوا دوك الدروبه ديال السوق قديم، دونك تما تجمعت دابا ولات مشكله خطوره بصح نيت. دونك نداء السيد الباشا خرج عاون الناس ديال المقاطعه الثانيه لان ما قادرينش يدخلوا للسوق القديم، وعافاكم ما تسناوش حتى يتم جاي ثاني السيد العامل وخرج ويقول لكم هذا ما خصوش يبقى هنا، هذا ما خصوش، علاش ديروا روسكم نتوما. الله يشافي الاخوان عين وسين اخ غريب وتلميذي، الله يشافيهم اجمعين. امين اخويا سرسال، اختي سرسال، الله يشافيهم، لان بالفعل انت ما تبغي حتى شي واحد هذاك المرض ولا شي حاجه، ما تبغي حتى شي واحد بالنسبه للسوق ديال السعاده وحي السلام. دونك تما كنتمنوا شي تدخل من السلطه المحليه، غير هي راه كما كنقولوها راه ماشي سهله، خاصه المقاطعه الثالثه والمقاطعه السابعه. الثالثه عندو شاد هاد المدينة لتحت والبحر وطالع حتى الحي المطار مرورا بلاكار وداك كاول الحاج عباس، وعاوتاني دوك البنايات اللي تزادو في الطريق والنجد، وعاد تمشي تاني تعود حتى الحدود مع جماعة مولاي عبد الله يعني سيدي بوزيد. مفدنا يعني كاين عندو الطريق طويلة وميمكنش ليه يتواجد هوك ويتواجد هوك يراقب المراقبة ديال الأسواق العشوائية ولا دوك الباعة المتجولين ولا دوك يراقب الحجر الصحي، ها هو كيدور على قبل الحجر الصحي، وعاد زيد عليهم الأفارقة اللي للأسف في تحدي صار، زعما واحد التحدي خطير كيتحداو في الدولة المغربية، بين قوسين كيتعدوا القانون ديالنا، واش هذاك مطبق علينا حنا ولا تاهما معانا. حيت كتجي كتلقى في لي فيروج وحدين ما دايرين لا كمامات لا حتى شي حاجه وخارج وكيسعى، كلنا كنسعوا الله كما كنقولوا، واش هذاك ما عندوش ما تهضروش معاه، ما يدخلش في حالو، ما يمشيش في حالو، ما كتعطيوهمش داميه. ديك النهار كتقول لهم نو سوم ايسي بور فو، نو سوم ايسي بور فو سيرفيغ، وا باليو سيرفيغ يعني من دابا. هنا كنقولوا الناس ديال السلطه خاص ديرو فور، وفي الليل كتبقى بيرمانونس مقاطعه واحده اللي غتخدم تشد المدينه كامله، حتى هي سي با فاسيل كي غيدير تشد المدينه كامله. سي عبد الكريم نيويورك يقول لك دوار المسيره لا حجر، والجماعات بالليل كتتصل بالامن دون جدوى، وهي اصلا دوار المسيره والنواحي ديالو الدواوير الملحقه بالمجال الحضري لمدينه الجديده، هو اصلا الاتصال بالامن ما كيكونش ما كيعطيش نتيجه، لان صعيب على الامن انه يديبلاصا تما كاينه، صعيب على الامن يديبلاصا تما كاينه في غياب اناره عموميه، لحقاش باقا ما سالاتش الهيكله، اعاده الهيكله ديال هذاك السيكتور باقا ما دارتش، لا طريق مقاده لا إنارة عمومية لا أزقة مقادين يدوزو فيهم وبخير وعلى خير، ولا كان شي انفلات راهم الأولين غيكونوا ضحايا.
يعني مرة الناس باقيين كيجيو من الدار البيضاء عبر القطار وعبر الطرق الثانوية، حنا بغينا نعرفوا الإجراء اللي كيدار ملي كيجيو الناس عبر القطار، بغينا شي مسؤول يخرج بشي بلاغ إلا كيحتارمونا، ما بغيتوش راه حنا عارفين اللي كاين وصافي. في جامعة الحوزية ما كاينش جامعة الحوزية لأن هذه دواوير ملحقة بالمجال الحضاري لمدينة الجديدة. مع العلم أقدم في تلك المنطقة، أقسم بالله عمرني ما شفت رجال الدرك والمقدم والأطفال يلعبون كرة القدم في الشوارع. دونك هنا كاين سيكتور الدواوير اللي التحقت بالمجال الحضاري حسب التقسيم الإداري ديال 2009، كانت قبل من 2006، و بقات شي بلايص اللي تابعين لجامعة الحوزية. جامعة الحوزية ملي كنقولوها كنقولو الدرك ديال أزمور. في نظركم واش غيقدر يجي الدرك من أزمور حتى الجديدة باش يدخل لهاديك الدواوير الملحقة؟ هذاك خطأ مطبعي، خصو ما يبقاش، خصو يعطيوهم شي مركز دراك كومبيتونس قريبه، تكون قريبه بجديده ولا غير. هي خاص يخدموا الناس. احنا بان بان الموارد البشريه عندنا ناقصين، الافارقه رجعوا من جديد بعد ما تم تقديم مساعدات. واش هاد الناس ما كيشبعوش؟ واش هاد الناس ما كيحشموش؟ واش هاد الناس باغين لقاوها فرصه، باغين داكشي اللي عطاوهم يزيدوا عليه عاوتاني؟ ما فهمناهمش حنا هاد الناس اش كيديروا. وخا السلطه ما تتهادش معاهم وما تتساهلش معاهم، بو امبورت اش غيبداو يقولوا شي وحدين، انا ما نقولها ونعاود نقولها. الاخوان صحتي احسن ليا من واحد اخر، احسن ليا من ما عرفت شنا هو. انا بعد حياتي عزيزه عليا، لا انا لا ولادي لا عائلتي لا اصدقائي لا جيراني لا مدينتي. خط احمر ما يمسو ليا حتى شي واحد. اذا الا بغيتو نتوما هذاك الشيء ديهم عندكم الله يخليكم، ما تخليهمش لينا احنا بحال الطريقه هذه. اما يحترموا القانون بحالنا بحالهم، راه هما راه مازال خاضوا من عندي، راه المغاربه راه كاين اللي باقي ما واخدش وهما راه خاضوا. يمشي يجلس بحال هكا، يمشي يجلس يتكمش، او خارجين لي فيرور حتى هما، ولا يهربوا للبوليس حتى هما، ولا حتى هما حشومه كاع، والله الا حشومه بالله. سير حتى لبلادهم وديرها شوف اش غيديروا لك، سير ديرها في بلادهم شوف اش غيديروا لك. او حنا المغاربه الدوله اللي مشاو ليها كيضحكوا علينا وكيقمعونا وما عرفتش كيديروا علينا، يطبقوا علينا القانون، وحنا اللي جا عندنا ما نطبقوش عليه القانون. صافي يدخل في حالو كيما داخلين خوتو المغاربه، الله يعاونه ويعاونه. الفريق رجع من جديد دي جامعه الحوزيه في سوبتونه ومعميق، لا سلطه المقدم الله اعلم اخويا التالي كتقول في هادشي. انا ما مشيتش لهذاك السيكتور ما نقدرش نقولها، انت ولد تم عارف شنو اللي كاين تم، احنا نثقوا بك اخويا قرفي. سلام واش مقاهي بصح غادي يحلوا يوم 20؟ غير يحلوا المقاهي والحمامات ودي منين غادي يحلوا؟ حجر صحي غيبقى بحال هكا، غيتم التمديد ما يقدروش يحلوا المقاهي. واش كنقول لكم الحصيله في ارتفاع، وما عرفني الايام المقبله اش غادا تعطي، راه غادا مرتفعه 1888 بقى 12 زينه، و 12 راه غمض عينك غدا الصباح تكون كاملة 12. ما عرفتش واش غيقدروا يديروها. ويخليوها نيت في هذه القضية هذه من هنا لغدا، كونوا متيقنين غتلقاو 1900 وزيادة من هنا لغدا، 1900 وزيادة، يعني 12 الزينة ديال اليوم راه تجيبها في الليل، دونك حتى دخلتي ل 1900، يومين ثلاث أيام أربع أيام توصل ل 2000. راه هنا فين كنقولوا التزموا الحجر الصحي في ديوركم باش نكونوا تأكدنا بأنه ما كاينش عندنا مخالطين. شي دابا فين لقاو داكشي؟ لقاو في مخالطين. اذا كان كل واحد ملتزم الحجر الصحي ديالو ما غيلقاوش في كل شيء. دونك اللي فيه الفيروس غيبقى فيه الفيروس، ما عندو المنيطي حيت ما كاينش مخالطين، ولكن بحكم انه دابا كاين المخالطين دونك اللي تطلب الفيروس كيعطيه لواحد اخر ولا اخر مخالطين. هي هذه الشرح ديال المخالطين، هما خصهم المخالطين ما يبقاوش يتقلبوا، ما يبقاوش مخالطين. دونك اللي طاح كيقولوا لي كان بوحدو، ما عندو من خالط، خالط هذاك اللي عطاه الفيروس. لماذا لم يتدخل الجنود؟ لان الامور باقا ما خرجتش ديال الجنود، باقا ما باقي باقي
اللي يوريك الوقيته ديال الجنود امتى غادا تكون. شوف خويا حتى الحجر فيه الزبونيه والمحسوبيه، هاد شوف الا هادي عرفتي علاش هذاك خينا هو اش داير، هو المحسوبيه ولا الزبونيه، راه حياته هاديك ما نشوفوش واش غيطبقوها عليه ولا لا، لا هو مع نفسه واش محترم هذاك الحجر ولا ما محترموش. عاد ندوزو نشوفو السلطه كيفاش كتعامل معاه، واش كاينه المحسوبيه ولا كاينه الزبونيه، واش واحد هو ما خايفش على راسه بغيتي واحد اخر يخاف عليه. جميع اعضاء المنتخبين شكرا سي ابو نوفل، جميع اعضاء المنتخبين جمعيه الحوزيه المنتخبين لتوعيه المواطنين، جميع اعضاء المنتخبين في المغرب كامل كيغبروا في هاد الوقيتات هادو، حيت كاين فيهم اللي كيستغل ديك الفرصه كيقول لك راه قالوا لينا ما تبانوش باش ما تقول باش ما يقولوش لكم راه انتخاب حمله انتخابيه قبل الاوان. كل واحد راه قلت سوندوز، راه قلنا دوز في الاخر وعاد قلت غد يعني من وراه سوندوز، مغمض عينك حلها حتى عندك سوندوز دازت داك الرقم ديال سوندوز. هنا الله يحفظ، اللهم امين. 125 حاله باغيين يتفتحوا المقاهي، الله يهديكم. ها حنا لي داوين، واش تزادوا شي حالات جديده؟ لا، الله ينزل لطفي ربي، اللهم امين. ما رايكم في الحاله الوبائيه بالمغرب؟ بالمغرب يمكن السيطره عليها، فقط خص بنادم يجلس في دارو. شي هاد الجلسه ديال الديور، هاد الناس اللي جالسين في الديور دابا هي اللي مخليه هاد العدد اللي غادي كيطلع بشويه بشويه، ماشي ديك راه كنا كنتوقعوا ملي تضربوا هذوك الناس راه كنا كنتوقعوا غادا تكون تطلات الدنيا، ولكن الحمد لله. دخول سياره نقل السمك الى سوق السمك قادمه من الدار البيضاء، الله اعلم. ولكن بالمناسبه احنا كنقولوا ثاني للسلطات، راه كاينين اخوان كيقول لك راه كاين سيارات جابت الحوت من الدار البيضاء ودخلت لسوق السمك في الجديده، وكان ينبغي تعقيموها. لذا ديروا بحال المدن الاخرى، داروا دوك المواد التعقيم وديك البوابه ديال التعقيم في المداخل ديال المدينه كما هو الشأن بالنسبه لطنطان على سبيل المثال، ولكن طنطان فاتتنا فهادشي ديال التعقيم، وهذا راكم شفتوا داك الجيش اللي خارج كيرشوا في هذا بحال سائر الدول الكبرى، ما كاينش حتى في الدار البيضاء وما كاينش عندنا حتى هنا في الجديده، يعني منطقه بعيده على الجديده وعلى الدار البيضاء، والناس وصلهم هما داكشي وما عندهمش نفس الحالات. حنا هنا راه عندنا الحالات ومع ذلك ما كاينش هذاك الرشان بهذيك الحده. دونك تحيه لنزيل طنطان، تحيه للمسؤولين في طنطان، تحيه للعماله ديال طنطان والعامل ديال طنطان ورجال السلطه، تبارك الله عليكم خدامين، الله يعاونكم. بالنسبه للاخوان المصابين بالمستشفى يتمتعون بجميع الظروف، هادشي قلناها الحمد لله. خويا راه مازال السيارات مازال كيتنقلوا من مدينه الى مدينه، راه ما عمر المرض غادي يحبس، راه خاص يوقف. قلناها وتنطلبوا السلطات باش يدخلوا باش يوقفوا هاد الحديد هذا. مراهقين عاجبهم لعبه الكر والفر، خاصه الصرامه هي اللي قلنا، ما تبقى تجري معاه ما والو، اللي غفلتي طيرتي دي قادو مع راساتو صافي، يمشي يغبر ما بغاش يجلس في دارهم حتى الحجر الطبي سالي الصحي سالي، اللهم يمشي يجلس تما كاين واحد 3 شهور يهنينا بعدا من هاد الصداع ديالو. سي حسن الريفيس هنا، حنا في الشهر، حنا في الشهر محلات. سي نبيل قال لك هل ترى أن الحجر الصحي يأتي بأكله؟ بطبيعة الحال على الأقل باقي حابس علينا الوباء بشوية بشوية، تيلا جاي راه جاي بشوية، راكب فوق فكرون وجاي. المهم ماشي بحالكم، ما كانش الحجر الصحي وخلاو عباد الله برا، كرة الضرب طايح أكثر من نايت كما قلنا. الحمد لله ونشكروه بأن الأغلبية التزمت بالحجر الصحي، وهاد الشير ديما القليل اللي باقا خارجة وما حشمناش هادو تا هما راه غير الطمع، الجشع والطمع والتكليخة والخبث وعدم حب الوطن وحب المواطنين، صافي هادشي اللي كاين. ما بغاوش يجيو يعقموا الصيدليات للاسف، قالوا غنجيو نعقموا الصيدليات ولحد الان ما جاوش عقموا الصيدليات. وانا غادي نقول للسي عبد اللطيف منصور، راه ماشي غير الصيدليات اللي ما عقموش، راه حتى منزل ديال السيده اللي مصابه بالفيروس
ما تعقم لا المنزل لا لاسونسور، يلا جا ورشو شي شويه الدروج وزاد في حالو. دونك ما نبقاوش نكذبوا على روسنا، الناس ما باغينش يديروا لا بريفونسيون. هل في رايك النشره اليوميه لوزاره الصحه كافيه، ام ان الحكومه لا تتواصل بجميع الوضع الحقيقي في المغرب؟ ذلك تصريح بوفره الكمامات لكن في الواقع شيء اخر. النشره اليوميه ديال وزاره الصحه كتهضر معنا عموما، يعني الحاله الوبائيه في المغرب كامل عموما دابا وكيحبسوا. تخيلوا معايا دابا لو ان الوزاره عطاتنا داك لو شيفر اللي كتعطي وداكشي اللي كتعطي وطنيا، شحال عندنا من جهه؟ عندنا 12 جهه، كل جهه تعطي للصحافه الجهويه الحصيله جهويا. دونك ملي نجمعوا الحصيله ديال هاد الجهه زائد الحصيله ديال هاد الجهه زائد ديال الجهات 12، نلقاو هذاك العدد اللي عطاتنا وزاره الصحه. هاد هاد المندوبيه الجهويه منين كتجيب؟ من المندوبيات الاقليميه، كل مندوبيه اقليميه تعطينا الحاله الوبائيه في الاقليم ديالها. منين نجمعوا ديال الاقاليم كاملين نلقاو ديال الجهه. اذا يعطيونا ديال الاقليم الجديده، يعطيونا ديال اقليم سيدي بنور، يعطيونا اقليم ديال مراكش الحوز، يعطيونا كلها 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 بلاصه. دونك كل اقليم يعطيونا داكشي اللي فيه، وكم سا غادي نكونوا كلنا عارفين اش عندنا في المنطقه ديالنا. الحل هو التجميد مده 20 يوم وتنتهي المساله، ولكن خد المسلح اللي خرج يتيريو فيه. بالنسبه للتعقيم لا، لاماكن مشبوه فيها السلطه هي اللي خاص دير الواجب. سي سعيد يحيى، التعقيم من مسؤوليه الجماعه، داك المكتب ديال حفظ الصحه اللي فيه الطبيب ديال الجماعه، هذاك هو اللي مفروض فيه يمشي يعقم، حتى شي جهه اخرى لا، لحقاش المدينه تابعه للجماعه، والجماعه هي اللي خصها تصرف على مدينتها. دونك المدينه هي اللي الجماعه هي اللي خصها توفر مواد التعقيم واللوجيستيك وكذلك الاليه البشريه واللوجيستيك. بالنسبه للتعقيم السلطه اللي خاص دير الواجب، اللي راني شرحت شنو اللي كاين. الناس اللي ما عندهمش راميد ولا سينيسيس 12 ما كيجاوبش في التليفون، 12 قالوها وكيعاودوا يقولوها، لقاو عليه واحد الضغط. حيت علاش؟ كاينين وحدين عندهم راميد وباركين كيجربوا في 12، وكاينين وحدين عندهم سينيسيس وكيجربوا في 12، وعاد زيد دوك بزاف اللي ما عندهم لا راميد لا سينيسيس، الفلاحه والناس اللي ما خدامش خدمه رسميه وخدام لا والو، تا هما دابا كيدوزوا في هذيك 12. دونك كاين واحد الدرك على هذيك 12، ضروري غادي يلقاو شي حل اخر الا بقى هذاك الضغط. يعني لماذا تم وضع بوابه التعقيم عند المدخل الاول للحي الصناعي حين كان توجد بمداخل المدينه؟ هذيك البوابه تحطت بالحي الصناعي لان صوبتها جمعيه ديال المستثمرين ديال الحي الصناعي. دونك جمعيه هما شراوها وحطوها عندهم هما، باش كاع دوك الكاميوات اللي كيجيو من الدار البيضاء ولا هذا يدخلوا الموانئ يدخلوا يتعقموا عادي يدخلوا. هذوك الناس خسروا فلوس. دابا حنا في الجديده كان على الجماعه ولا المجلس الاقليمي يشري لهم بوابات على المداخل كلها ويحطها لهم حتى هما، باش اللي جا السياره اللي جايه داخله ولا كامي ولا كيما بغات تكون تعقم عدوس. البارح واحد السيد خرج مع مراتو هز ولدو الصغير ودافع يا بلا كمامات، وحنا ولادنا من 14 مارس ما شافوا الزنقه، وزيد خليهم يبقاو حتى 14 دجنبير حتى كاع الا كانت الحاله الوبائيه غتبقى بحال هكا. اش بغيتي تخرجهم؟ واش بغيتيني تخرجهم حيت من 14 مارس ما شافوا الزنقه؟ هذاك الاخر مستهتر متهور، باغي لمرتو الصداع وباغي لولادو الصداع. انت خويا عزاز عليك ولادك، شديهم اختي فايزه ولا احمد ولا هذا، المهم شدي ولادك حداك خليهم، وهذاك ما احترمش القانون راه غادي يجيبها من عند الله ولا من عند المرض ولا من عند السلطه. الحال تجميد 20 يوم، كاينين الكمامات موفره في التلفازه
ديروه في التلفازة. حق فكرتوني بعد في الكمامات، سمعنا بأنه كاين شي خياطات كيصاوبوا في الكمامات من ثوب عادي، واش بصح نيت خرجوا لي من البوليس ولا لا؟ المهم سمعنا بأنهم كاينين. دونك هنا امورها تبدا تدخل في خطوره، وحتى من السلطه دابا ملي غتبغي تراقب الكمامات باش غتفرق ما بين كمامه قانونيه محترمه لي نورم وكمامه اللي غير قانونيه، واش هاد الناس ديال السلطه ولا البوليس عندهم هاد الاليات باش يقدر يميز كمامه اللي هي ديال يعني سيرتيفيي مقبوله ولا لا؟ هنا فين غادي نبداو تاني في امور اخرى. دابا قضيه الكمامات راه داروها وحلو معاها، حنا كننصحوا عباد الله ماشي على قبل القانون، خوفا على روسكم ديروا الكمامات ولا جلس في الدار. راك عارف خويا قانون على من كيطبق بلا ما نحتاج الفساد طبيعه الحال اخويا ياسين، وما ما نجحتكش. علاش تماطل في تعقيم الاحياء في الجديده؟ هل سبب غياب امكانيات ام غياب ضمير لتحمل المسؤوليه؟ السبب هو الضغط اللي ولا عليهم، لان هذيك المصلحه كانت قليل فين كتحرك، دروك ملي ولا عليها الضغط ما عندهاش كيفاش تواجد هنا وهنا وهنا، وتعقم الديور ديال كاع دوك المخالطين بين ما جات النتيجه، ودوك المصابين بالفيروس من بعد النتيجه، ومول الحوانت ومول هذا الاعدام، كي غيديروا هذا الشيء؟ اذا كيديروا اللي قدوا عليها واللي ما قدوش عليها كيمشي لدارو ينعس عادي. بالنسبه لا قدر الله ولا زادت الحالات في تزايد، هل هناك رايكم حل اكثر نجاعه هو الحظر الجوي، الحظر التجوال؟ شكرا اخو رضوان. حضر التجوال سدوا عليكم في ديوركم، ما غيبقى يخرج حتى واحد، حتى الماكله وداكشي غيوليو يدورو يفرقوا عليكم بحال المساجين اللي كيفرقوا عليهم الماكله حتى هما، داكشي غيولي يجي يعطيك راسيون ديالك في النهار، الله يعاون الله يعاون ويزيد في حالو. الهل نجيع وقدر من مده زمنيه لا يشتهر في حال الطوارئ والتدخل بقوه وهو العسكر، هادشي كنقولوا حنا اللي داخلين الحجر الصحي. اما دوك اللي ما داخلينش راه كيقول لك خصها تبقى بحال هكا خليوها هكا، راه كاين شي وحدين مستافدين من هاد القضيه ديال السي مرشد، راه خصها راك عارف هادي كي غيدير تيطبقها العسكر وهادي، وغادي يجيبوا لي تكاليف اضافيه، والعسكر الى حيدوه من الحدود وجابوه دخلوه لك للداخل، ما غادي تسالي كورونا تلقاهم دخلوا عندك من الجناب، ما يمكنش، راه أمور أخرى هذيك. الحل نجيع وضربونا من العسكر، شحال من حالة في جديدة؟ 11 حالة في إقليم جديدة كامل، جوج توفاو وتسعود باقين في أعماق العالم القروي لا يصل الوصول إليها، تنشط مقاهي عشوائية، وملي كيوصلوا ليها بصح نيت كيجمعوا ليهم حب وتبن. إلا عندك شي حاجة سي بوعبيد من الأحسن تتصل بالسلطات، ما استمعوش لك اتصل بينا نديرو حنا شي بركة، نديرو لهم سبوب. عزيز ميغو كيداير اخويا عزيز بعدا بخير؟ شحال كاين من حاله دابا في جديدة السي مسلم؟ باقيين تسعود ديال الحالات هما هادوك اللي كانوا 11 حاله، جوج توفى الله يرحمهم وتسعود هما اللي باقيين. كون وديا بيرديس افيك جودياس بيرديس خضراء، هادي السولينية ولكن ما عرفتهاش اش كتعني اخويا، اش بغيتي تقصد بها اخويا حسن ريفي؟ اعرف عائلة ما خرجت من 8 مارس، تحية كبيرة ليهم، فقط ابنهم المتزوج واب لطفلين هو الذي يقوم بتوصيل المستلزمات، واعرف مسؤول كبير اقسم بالله الا مسؤول كبير، تا هو ما خرجوش عائلته، كيخرج نوبة في الاسبوع، تحية ليه تا هو من هذا المنبر. ما مستغلش الخدمة ديالو باش يخرج بها داك والو، قالت خدام تاهو ا ديستونس. أين وصل إصلاح وترميم المستشفى القديم؟ إشغال غادة، حالة الطوارئ هما ما يخدموش فيه درك، تا يساليو الحالة ديال الطوارئ غادي يدوزو عندو. الطوارئ مدة زمنية بدون احترام، إيوا راه مدة راه حنا طولنا فيها.
وإلا ما احترموش عباد الله غنبقاو غاديين زايدين مطولين فيها. راكو نحترموا عباد الله، غنعرفوا بأن المخالطين ماشي كتار، وبطبيعة الحال ملي غادي يبداو الرفع التدريجي غيبداو على المدن اللي مسجلة فيها أقل حالات، ومش حالة ديما بقات بانت فيها حالة، هذيك غيرفعوا عليها داك الحجر الصحي مؤقتا، هذيك الأولى. ألور خليونا نكونوا حنا من المستفيدين الأولين بعد رفع الحجر الصحي. راه ملي غاديين يحبسوا، ملي غيقولوا غنرفعوا، ما غيرفعوش على المغرب كله، غادي يجي وغادي يقول لك هنا غادي يبقى مزيرها. هاد المدينه هادي شحال فيها اخر حاله تعنت عليها؟ تعنت هادي 14 يوم صافي، من وراها ما كاين والو، من وراها ما كاين والو. يعني حتى شي مخالط ما غادي يكون عنده، وما غيكونوا شاكين في حتى شي واحد، غيقول لي حيد على هادو الحجر. هذا هو التدريجي الشرح ديالها، راه هو هذا. اتصلت الطبيب قال لي اياد هم الذين يوزعوننا اماكن المخالطين. الطبيب كيقول لك القايد هو اللي كيصيفطهم للبلاصه ديال المخالطين، هو راه صيفطو لبلاصه المخالطين، هذيك السيده ماشي عام مخالطه وصيفطو عندها وما مشاش. شكرا خويا، مرحبا سي عبد الفلاح، سعيد مريده. وي خويا سعيد، خاص الكشاف يكون على نطاق، الكشف يكون على نطاق واسع، خصهم يعطيوهم هذيك الآلة ديال الكشف السريع، خصها تجي وتعمم دغيا وتبدا خدامة صافي. وتعقيم الفلوس خاص يديرو تعقيم الفلوس. بالنسبة للصرف أنا كنقترح على هادوك الناس ديال مالي الحوانت يدير واحد الباسينة تحته ويلوح فيها كاع داك الصرف اللي كيشد من هاد بنادم، يلوح فيها الصرف، ومن يبغي يرد الصرف يردو من تما كاينه. بالنسبة للوراق يحط يرش نوبا يرش فوق الوراق، نوبا يرش فوق الوراق، وريح ديو تاعي راه ضروري إلا كانت شي حاجة راه غادا تسلت. نتمناو من الله سبحانه وتعالى ما تكون والو. هل استعمال طائرة الدرون في مراقبة مخالفين حالة الطوارئ ممكن تكون ناجحة؟ أي هاي تكون ناجحة، ولكن كي غيديرو تيوصلو ليهم، هما دابا ما كيجيو فين كيوصلو ليهم حتى كيهربو، والدرون ما يقدر يشد حد، راه فيلميه من الفوق وصافي. يعني هذيك اللي عندها هذوك الربعه ديال هاد لي كاميرا كيكونوا فيها، وكيبقاو يكيديو تيلي كيدي بواسطه واحد لي جوندارم ولا واحد البوليس، وكيبقاو يتبعوه صافي. خاصهم يديروا التحاليل الامن الخاص بالميناء. ما عرفناش الميناء بعدا فين وصل، واش كاين شي تعقيم، وكاين شي تدابير اتخاذت، واش كاين شي اجراءات ولا لا. دونك هنا فين وصلت الدعوه؟ اخويا محفوظ، المهم راه حده جديده ما توصل فين، ما كاين والو حتى شي حاجه. الحمد لله ايماننا بالله قوي، وملي تكون صاحب حق عمرك تخمم، ما درناش شي حاجه خايبه، لاننا غير قلنا الحقيقه اللي ما بغاوش هما يوصلوها للمواطنين. الخطير في الامر، تواصلت انا وبنت السيده ديال سيدي علي بن حمدوش، وعزيتها في فيسبوك، وكنزيد نعزيها حتى دابا مباشره، نقول لها البركه في راسك.